شباب معاكم حلقة جديدة مع مولا نوبز اي دي ثاني. ازيكم شباب؟ معلش في اللحظة دي الموبايل علق. تنسوش تدوس والله ما عايزة حاجة أنا. ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك. يلا نبدأ دلوقتي. أنا عدت جيم كتيرة يعني بدأت في الفورتين دلوقتي. هنا فضل لي واحدة. هنا بقى صعب يعني. صعب ما بين الولاد دول. أنا خسرت فيها مرة. لعبتها من غيركم وخسرت فيها مرة. ومش بحب اليوم اللي مش بحب لما البتاع يكون إيه. أنا في المرة دي ما لاحظت عشان في بابين بس مولا مش أسطوري. مش هكتشف ما تعرفش الظهر هذا. طب يفتح الباب ده. ايه الرخامة دي؟ طب يفتح الباب ده. ايه الرخامة دي يا اخي؟ فكرت هدية. هما مشكلة ان هما بيجروا. المشكلة وانا عايزة اعدي يا اسد. وهما بيلعبوا اصلا. تعال تعال اقفل الباب. تعال كل الباب. والله ما جيت. وفلوس كام دلوقتي؟ الحمد لله لسه كتير. طيب النوكس انني اريد مفتاحا. هذا النوكس. هنا عشان نجيب المفتاح عملي. رجل الدرخ لازم اخش هنا واعمل كده. وما اميك كده اتحب كده وامشي كده. ما هو هيمشي داي. ادخل كده وادخل بسرعة. والله مصدر ولا مقصدي. والله هو انت بتيجي هنا ليه بتات؟ هنرجع من اول تاني. كلمة جنبي هتقولكوا ليه. انا بقولكوا باي. معلش الموبايل وقف هنا وانا نسيت احط النهاية.